برحب بحضراتكم من جديد. معانا النهارده في الفقره الحواريه دي واحد من نجوم النادي الاهلي، كان مهاجم متميز جدا، بيعرف طريق الشباك جيدا. بعد الاعتزال اتجه لمجال التدريب مع اكتر من فريق. الحقيقه هو دلوقتي في اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، بيتولى مسؤوليه تدريب فريق 2007. معانا ومعاكم في البيت الكبير النهارده كابتن احمد حسن دروب. اهلا بيك، نورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك، والف مبروك علينا كلنا. الله يبارك فيك، وطبعا انا برحب بيكم، شرف كبير ليا طبعا يا كابتن هاني ان انا اكون معاكم النهارده. لا منورنا طبعا في البيت الكبير، وانت جزء من البيت الكبير. انت كنت لاعب كبير زي ما قالت سهام، وهداف من الطراز الكبير جدا. هنتكلم على كذا محور يا احمد ان شاء الله النهارده، بس اكيد ناخد الاحداث الجديده، الفرحه اللي احنا عايشينها. بس عايز اساله يا كابتن، الاول اهو مختفي بقاله فتره، فانا الحقيقه كنت عايز اعرف يعني سر اختفائه ده، بعيدا عن ان انت بتدرب ومركز جدا في 2007، فريق 2007، ليه مختفي؟ ليه قليل الظهور؟ ليه يعني فينك يعني؟ بصراحه انا ما بحبش يعني اظهر كتير. يعني كل ما الواحد بيطلع بيظهر كتير في التلفزيون بيبقى الكلام معظمه متكرر يعني. فانا حبيت ان انا يعني، انا جالي الفتره اللي فاتت دي برضو في كذا مكان، بس طبعا شغلي زائد ان انا مركز فعلا في مجال التدريب شويه، فبس انت مش بطبيعتك أكتر. يا احمد انت بطبيعتك يعني، مش انا عارف يعني قليل الظهور يعني مش منطوي، لكن يعني دايما كده بس بتشوف شغلك يعني بالظبط، مش اكتر يعني. بس خلي بالك والسوشيال ميديا مهمه اليومين دول يعني، طبعا مهمه جدا يعني. ما بقولكش يعني تبقى داخل فيها، لكن جزء مهم من حياتك انت كمدرب كمان، تقدر تعمل جزء كبير حتى من بناء مستقبلك من خلال العلاقات. فان شاء الله باذن الله وهنتكلم في دوت. انت حتى قبل الهوا بكلمك، انت اشمعنى التدريب دخلت ليه؟ فيعني خلينا نبدا من فرحتنا من امبارح والاحتفاليه بتاعت النادي الاهلي واداء النادي الاهلي الكبير من خلال مشوار طويل. شفت احتفاليه النادي الاهلي ازاي، والتتويج وليله التتويج امبارح في ملعب استاد الاهلي والسلام؟ طبعا انا ببارك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. بطولة طبعا، بطولة الدوري بطولة كبيرة، ودايما النادي الأهلي بيبقى حريص ان هو يحقق لقب الدوري في كل موسم. طبعا كانت احتفالية مهمة جدا، وكانت حاجة بصراحة كانت حاجة شكلها كويس جدا في قدام الناس كلها، وإضافة كبيرة كمان للنادي الأهلي، بتدي ثقة كمان قبل النهائي أفريقيا. أكيد. فدي يعني جت في وقتها زي ما بيقولوا. بس النهارده موسم، يعني بنتكلم عن موسم صعب، صعب حتى مش على النادي الاهلي، صعب على المنظومه الكرويه بشكل عام. بس برضو بنقول في النهايه مين يقدر على التحدي ومين يقدر على التغلب على الصعاب دي غير النادي الاهلي؟ الفرق الكبيره يا كابتن طبعا زي ما انتم عارفين دايما بتلعب على البطولات. مهما حصل، مهما حصل اي ظرف، الفرق الكبيره دايما بتبقى حاطه عينيها على البطولة أو المركز الأول أو تحقق الهدف اللي هي عايزاه. النادي الأهلي مش نادي صغير يعني، النادي الأهلي بطل أفريقيا وأكبر نادي في مصر وفي أفريقيا، فطبيعي إن هو لازم يتحدى كل النادي الأهلي، كل المنظومة، مجلس إدارة بجماهير بلعيبة بعاملين. وانت عشت الكلام دوت جوه النادي وحاسه بشكل، وانا اخدت بطولة الدوري مع النادي الأهلي، فعارف يعني ازاي إصرارك وازاي ان انت بتلعب كل ماتش لازم تكسب، مطلوب منك مكسب، التعادل بالنسبه لك خساره. ف حقيقي انت زي ما انت بتقول، وكمان عايز اكلمك في نقطه يعني برضو مهمه. من خلال مشوارك مع النادي الاهلي انت خدت بطوله، لكن يعني البطوله دي كان فيها منحنى شويه، اصابات كتير، احنا كان عندنا فتره توقف طويله في كورونا. عايز اعرف كمان، وانت بما انك انت ان شاء الله هتبقى مدرب كبير قريب، تعمل لنا يعني مش مقارنه، لكن النادي الاهلي مش من الانديه بتغير مدربين كتير، لكن فايلر وموسيماني، انت برضو شفت الاثنين برؤيه بقى احمد حسن دروجبا المدير الفني ان شاء الله في المستقبل، شفتهم هما الاثنين ازاي؟ والله يا كابتن بص، هو يعني انا شايف ان الاثنين ادوا دورهم بشكل كويس جدا، بس فايلر زي ما تقول برضه يا كابتن جاء كان في الفتره اللي هي اصعب، اللي هي فيها التحدي الاكبر. كل الانديه قاعده، كل الانديه ما حدش عارف في دوري او ما فيش، حتى اللعيبه حتى الناس ما كانتش بتتمرن يعني. انا عن نفسي انا قعدت 4 شهور في البيت طبيعي، ما نزلتش ما كناش بننزل.
لما جينا ننزل بدأنا يومين في الأسبوع. فالفترة بتاعته أنا شايفها كانت صعبة. بس فترة التوقف دي كنت بتعمل إيه؟ يعني هل كنت مثلا دائم التواصل مع الفريق؟ كنت بتحاول إن أنت تدربهم حتى لو عن طريق الأونلاين مثلا، ولا لا التوقف جه معاه توقف في كل حاجة؟ كان توقف في كل حاجة طبعا فعلا. ما كانش فيه أي اتصال خالص بيننا وبين اللعيبه او بين اي حد خالص. كل ما نيجي نكلم حد ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف في دوري ما فيش دوري، الموسم هيكمل مش هيكمل. فكان الدنيا برضو كانت الامور صعبه يعني. لولا فصل الصيف دخل برضو ديت خلت الدنيا تمشي شويه. بالظبط يا احمد، بس خلي بالك برضو جزئيه مهمه جدا، ان يعني احنا كان معانا بعض اللعيبه هنا وكان معانا الناس اتكلمت، ان هو كان جزء مهم جدا من اداره بايلر للموضوع ده، ان كان في اهتمام واضح جدا منه ومن المساعدين بتاعه ان لا ان في تدريب اونلاين والناس بتنزل تتمرن على قد ما تقدر بشكل طبعا ولو ساعه سيفتي يعني في الموضوع. وده خلينا نتكلم ان مش هقول لك ظهر في اول مثلا اسبوعين ثلاثه بعد عوده الدوري، لكن ظهر بشكل كبير جدا في الاسابيع الاخيره من الدوري وفي في مباراتين الوداد، ان الشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الاهلي على المستوى البدني كان رائع يعني. طبعا يا كابتن، بس برضو مهما كان انت بتتمرن كام تمرين في الاسبوع وفي فتره كورونا بتتمرن كام؟ لا انا بتكلم يعني على الاقل كان في شويه حركه، لكن انت بتتكلم ان بايلر كان عنده المهمه الاصعب ان اهل اللعيبه في فتره هو أصعب. جاي على بطوله يا كابتن، هو جاي نادي كبير، مش يعني في انديه اصلا ما كانتش بتنزل تمرين. يعني في انديه كانت قاعده خالص، حتى مديرين فنيين مصريين ما كانوش بيشتغلوا خالص. ده صحيح. ده واحد جاي برده اجنبي وجاي عايز ياخد بطوله وعارف ان النادي الاهلي نادي كبير، مش رايح نادي وخلاص. صحيح. فمطلوب منه مهمه لازم يأديها. مظبوط. وعامه يا كابتن حضرتك انت برضو عشت في اوروبا كتير، الناس ديت اكيد ما بتهزرش يعني، ما عندهاش حاجه اسمها راحه، الشغل شغل ووقت الراحه بيبقى راحه. ده حقيقي. انت من اللعيبه اللي اتدربت تحت قياده الاسطوره مانويل جوزيه، وعايز اتكلم هنا عن موسيماني، هل يقدر يكرر نفس تجربه احتكار البطولات؟ موسيماني يقدر يعمل ده؟ موسيماني مدرب كويس جدا وكلنا عارفينه. بس مستر مانويل كابتن هاني كان عنده ادوات، اللعيبه اللي موجوده حاليا لعيبه كويسه جدا. بس استحاله تبقى نفس الجيل اللي كان مع مستر مانويل جوزيه. ده انا كنت لسه هقول لك، مين اللي كان بيفكرك بجيلكو؟ يعني مين بيفكرك بابو تريكا؟ مين اللي بيفكرك بوائل؟ يعني على مش بتكلم عن مهاراته، بتكلم عن طريقه لعبه حتى. كنت لسه هسالك السؤال ده. كل فتره بيحصل، لازم طبيعي بيحصل فيه تغيير في كل الانديه. صحيح. حتى برشلونه دلوقتي كل حته الاجيال بتتعاقب يعني. صحيح. بالظبط. لكن فتره مستر مانويل جوزيه انا شايفها كانت افضل فتره في تاريخ النادي الاهلي. من افضل الفترات. انا يعني انا معاك، لان في فترات كتير واحنا وكنا صغيرين وفي ناس عظام مر طبعا على يا كابتن. يعني من افضل، اكيد من افضل فترات النادي الاهلي فتره مانويل جوزيه بكميه اللعيبه وكميه الامكانيات اللي كانت موجوده على المستوى الفني تقصد يعني. طبعا من خلال وده كان بيمثل تقريبا 90% من منتخب مصر يعني، تفتكر 2006 و2008 و2010 كان اكتر من 9 لعيبه في المنتخب، واساسيين كمان. صحيح. يعني مش في التشكيل وخلاص، لكن احنا بنتكلم على المستقبل يعني. سام بتقول لك على المستقبل، احنا عندنا اولاد صغيرين، عندنا متوسط الاعمار بدا ينزل شويه يعني، متوسط الاعمار جيد جدا. انت بتتكلم متوسط اعمار ممكن يوصل ل 24 25 سنه، فبنتكلم على يعني على ان شاء الله بطولات خلال الخمس سنين اللي جايين، ان هم الارضيه موجوده، الامكانيات الفنيه موجوده، اذا كان على المستوى التدريبي او على المستوى اللاعبين نفسهم يعني. حضرتك كابتن لو خدت بالك على كل لعيبه الدوري، الميزه الوحيده حاليا ان اللعيبه كلها صغيره. ايوه. مفيش لعيبه كبيره، مفيش لعيب فوق ال 30 سنه الا نادرا. ده حقيقي. مظبوط. واحد او اتنين في كل فرقه. قبل من 2010 ونازل مثلا 2005 و6 ولحد 10 و11 كان في اعمار كبيره بتعدي 33 و34 سنه. فديت على كل الانديه ودي حاجه كويسه طبعا، بس الاهم من ده كله يبقى في هدف للاعب. احنا بطلنا يا كابتن وحضرتك بطلت، احنا بنتمنى الفتره دي ترجع، ان احنا نرجع نلعب تاني. أحسن حاجات كتيره عمر. فاتتنا. مظبوط. حاجات كتير. موسيماني يعمل ده؟ طبعا. يعمل ده مع الفريق الحالي لكره القدم السنه دي؟ هو جزء. والجزء الاهم اللاعب. صح. اللاعب ما بيحسش بقيمه نفسه غير بعد ما بيبطل كوره. يعني وانا لاعب ممكن
حاجات كتيره بتهاون فيها تفوتك، لكن بعد كده بقول يا ريتني كنت سمعت كلام مثلا مستر مانويل جوزيف في كذا، او يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني. لان احنا برضو الفتره يعني كانت الفتره كانت صعبه جدا، ان انت تبقى متواجد في ال 18 في السكور. تعبت برضو يا احمد انك تخش الفرقه برضو طبعاً. يعني اشرح لنا برضو الجزئيه دي عشان الناس برضو تحس ان الموضوع مش سهل، يعني انك تلعب في النادي الاهلي انك تكون متواجد. يعني انا كابتن، انا عن نفسي انا بحسد اي لاعب بياخد فرصه في النادي الاهلي وما بيمسكش فيها، يعني بحسده وبلومه، لان انا كان نفسي اخد الفرصه دي. صحيح. انا كنت معايا يعني كان فلافيو متعب، اسامه حسني كان برضو لسه في تريكا، احمد بلال كان برضو جايبين هاني العجيزي لسه كان شاب صغير. بتتكلم اربع خمس كنا بنموت بعض في التمرين في مركز واحد كلكم، كلنا كنا بنلف حوالين فلافيو على اللي يدخل معاه السكور، فالموضوع كان صعب. دلوقتي في ناس الفرصه جات لك وقدامك مره واثنين وعشرة. بيتهاونوا ليه يا كابتن احمد زي ما انت وصفته؟ مفيش يعني مفيش منافس. احنا كنا خمسه في روده، الخمسه كنا كل واحد كل واحد تقيل. 2007 كابتن احنا الخمسه كنا في منتخب مصر، يعني انا كنت لسه في غزل المحله، هاني العجيزي كان في بلديه المحله، مظبوط. كان متعب كان في اهل جده ورجع، كان اسامه حسني وبلال كانوا مكسرين الدنيا برضو، فاحنا كلنا كنا ما شاء الله لعيبه كويسه، وكنا لعيبه تقيله في الفرق اللي احنا كنا فيها، كنا بننافس على هدافين الدوري. طب انت كده بتاخدنا في نقطه تانية وحته تانية، ان انت شايف ان مركز الراس حربه في مصر ما فيهوش مش هقول المواهب بس ما فيهوش عدد المواهب اللي كان موجود قبل كده في السنين اللي المواهب فاتت. يا كابتن قله في مصر في كل المراكز، يعني خلينا في راس الحربه، مش في المهاجم، مش في المهاجم بس. في النادي الاهلي كم مهاجم حاليا؟ عندنا طبعا مروان وعندنا بدر. طيب احنا كنا خمسه والخمسه يلعبوا في اي حته وفي اي وقت، في اي نادي برضو، الباك رايت الباك ليفت، في عندنا كلها في الاماكن دي. مظبوط. تحت الفرود عندنا ناس كتيره قوي، لكن بعد كده في نقص في كتير جدا حتى في الموهبه يا كابتن. الدور بقى عند شد حيلك بقى شويه. انت قصدك ان الموهبه قلت يا كابتن دروب؟ الموهبه هي اللي قلت، ولا احنا ما عندناش يعني خبراء الا من رحم ربي هم اللي بيبصوا على المواهب دي؟ كابتن على فكره انا اشتغلت في المقاولين، اشتغلت سنتين ولعبت كل الانديه، يعني كنا بنلعب بطوله جمهوريه، فكل بنلعب دوري ممتاز. مواليد كام كنت ماسك؟ 2003. 2003 يعني لا 17 18 سنه دلوقتي الولد. في مواهب كتيره جدا، بس المشكله يا كابتن ما بيكملوش، ما حدش بيحتوي ال 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 الناشئين. في حتى في 2006 و5 و3 و4 و2008 و9 في لعيبه كويسه جدا، بس ما عندناش اللي بيهتم بيهم. ما هو ده يا احمد، ما هو ده يا احمد هيجرني كمان من خلال كلامي معاك، ان ده دور الناس اللي يعني الكباتن اللي زيك. إن لسه بتقول لي انت دلوقتي انت كمان الربط انك في الاكاديميه، لكن مش منفصل كمان عن قطاع الناشئين، بالعكس انت قلت لي كان عندك اولاد وراحوا القطاع الناشئين. احنا عندنا يا كابتن اي لعيب كويس في الفرقه، احنا عندنا مجموعه مميزه اللي هم المميزين قوي كل الاعمار السنيه، تمام، دول بيتمرنوا مع بعض. افضل ناس فيهم بروح مثلا لكابتن امير المسؤول، كابتن امير عبد الحميد، كابتن انا عندي ولد، كلم مثلا كابتن خالد بيبو خليه يبص عليه، او يبعت حد يشوفه الولد ده كويس. بنبدا كابتن امير بيبدا يكتب الناس ديت، او يبدا طبعا هو كده كده بيبقى معانا في الملعب، وبيبدا يكلم برضو الناس في قطاع الناشئين. وبتيجي السنه اللي فاتت بصراحه جالنا مدربين تبص عليهم، يعني تتفرج في اهتمام كبير جدا على فكره، وفي كذا لاعب راح القطاع السنه دي من اكاديميه. ايوه، ما هو يعني الاكاديميات بيبقى جاي من الشارع مع الاكاديميه. ده محور مهم جدا جدا هنتكلم فيه، بس بعد ما يعني واحنا بنتكلم عن البطوله اللي احنا مستنيينها غايبه عننا بقى لها شويه حلوين، عايزك توجه بقى نصيحه. وانت بتقول ان انت يعني مع مانويل كانت اسعد فترات حياتك اكيد وانت لاعب، واكيد فتره مش هتتعوض، ايه النصايح اللي انت دلوقتي توجهها للعيبه كابتن احمد وهم داخلين على البطوله المهمه دي، خاصه وفتره التاجيل كمان يعني عايشينها دلوقتي؟
اي لاعب في العالم بيتمنى كابتن يحصل على بطوله، لانها بتتكتب في تاريخك او بتتحسب لك. انا لما حد بيكلمني بقول انا اخذت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، اخذت السوبر الافريقي، بتباهى بيها. فمش محتاجه نصيحه، ده انت بتعمل حاجه لنفسك، بتصنع تاريخ لنفسك. واكيد هم واصل لهم الكلام ده كله. المباراه هتبقى صعبه سواء مع الزمالك او الرجاء وهتبقى صعبه جدا، ولو مع الزمالك هتبقى صعبه جدا، وخاصه مع الزمالك عشان طبعا هو بالظبط هتبقى كفه متعادله. الفريقين اكبر ناديين في مصر، بطوله هتتلعب في مصر، مش متعادله، احنا طبعا احنا احسن شويه. احنا في البطولات افضل، لكن المباريات النهائيه ديت غير متوقعه، ما تتوقعش اليوم نفسه يعني. جميع السيناريوهات مطروحه، لكن لو بطوله دوري النادي الاهلي معروف بالنفس الطويل، النادي الاهلي حسم الدوري ومش اول مره يعني، قبل الدوري ما بيخلص بخمس ست اسابيع بتبقى واخد الدوري. صحيح. انا الموسم اللي انا اخدت فيه دوري كنت ناهي الموسم قبل الموسم ما يخلص بسبع اسابيع واخدين بطوله الدوري. لكن مباراه فاصله، مباراه نهائيه ملهاش كبير. اه طبعا الظروف بتبقى مختلفه والحسابات بتبقى مختلفه، ويبقى توفيق في نفس اليوم المباراه طبعا النهائيه. لكن يعني لكن ما شاء الله بصراحه النادي الاهلي في المباراتين اللي لعبهم يستحق البطوله، كنت خلال البطوله كمان كلها. صحيح. انت كنت صحيح. مهاجم متميز، بتشوف النهارده تعامل موسيماني مع مروان محسن والثقه الكبيره اللي منحها له، بتشوفها ازاي وتاثيرها على مروان تحديدا ازاي؟ مروان اكتر واحد كان محتاج للثقه ديت. مروان الناس كتيره كانت بتهاجمه كابتن. طبعا. والفرود او المهاجم خاصه، او يعني انا بعتقد ان المدافع كابتن لو انا كلامي غلط او صح، انت تقصد اكتر اتنين بيتاثروا لو عليك ضغط، بتتاثر جدا. أيوه. لان غلطه المدافع كابتن بجون. صحيح. الفرود لو ما كانش مركز او الثقه هربت منه، والله يا كابتن لو الجون فاضي مش هيطلعها بره، لانه هيبقى خايف. فحته ان انت تديني الثقه دي حاجه كويسه جدا. فايلر اثر مع مروان؟ طبعا. في ايه؟ يعني بص انا مش عايز احمله برضو، لان برضو مروان كان في حاجات جزء من التقصير، خلينا بالزبط. نقول طب جزء من التقصير انت بتحمله الفايلر؟ جزء بسيط. نسبه قد ايه؟ يعني 40 60 لمروان، لان انت حاكم نفسك في الموضوع. بالزبط. بشكل او انت كلاعب ممكن تعمل كنترول على نفسك اكتر ما مستني حد يعمل، لكن انا عارف ان مروان كان بيشتغل على نفسه في الجزء ده. كويس يا كابتن. انت عمرك ما مريت بفتره زي دي يا احمد؟ اكيد انت يعني مشوارك طويل، في فترات كده بتمر بيها، مش بقول يعني ممكن تكون عدم توفيق، ممكن انت تكون مش مركز، ممكن تكون على فكره بتتمرن كويس او بتدي كل حاجه وفي حاجه اسمها الكره مش ماشيه، انك بتبقى مش موفق. انا مريت بيها مرتين يا كابتن، مريت بيها في غزل المحله الثاني اول موسم، قعدت الدور الثاني كله. انا كنت الدور الاول 10 اهداف وكنت هداف الدوري. الدور الثاني كله سجلت هدفين. الدور الثاني كله؟ بالظبط. ونهيت ثالث هداف الدوري في الجونه مع الكابتن انور سلامه، اداني ثقه كبيره جدا لدرجه ان انا في ماتش كنا بنلعب الاهلي وضيعت فرص كتيره جدا، الماتش ده خلص تعادل، وكان في كام ماتش برده ورا كده كان بعد الماتش كان يطلع لي مكافئات ان انا بحاول. يعني بيحاول ما يشيلنيش المباراه او الليله زي ما بنقول، بس ده تحفيز. يعني ده نوع من التحفيز. بالظبط. فانا مريت بيها، لكن لما الاقي مدرب بيديني الثقه ديت طبيعي بترجع لي. طب كملي. بموت نفسي علشان برضو خاطر المدرب. صحيح. انه وقف معايا. كملي النقطه دي الخاصة بتقصير فايلر، يعني حتى ويتحمل الجزء الأصغر من وجهة نظرك، أثر معاه في إيه؟ إيه اللي المفروض كان يعمله مع مروان وما عملوش؟ لو أنا هو يعني مش عايز أقول طبيعي إن لما يكون لاعب مش كويس في مباراة بخرجه. أيوه. في وقت يا كابتن إمتى أخرجه وإمتى يخرج بس يبقى عامل حاجة كويسة، أو مثلا على الأقل خروج بشكل كويس، عمل كورة كويسة، لعب على المرمى، طلعها بره مثلا بس بشكل كويس. وفي فرق إن أنا مثلا يبقى وحش أو يضيع
فرصه وبعدها في نفس الوقت مثلا اطلعه بره. ما دي بتاثر كتير. انت جوزيه كان بيأهلك ازاي نفسيا قبل ما تطلع المباريات بالذات المهمه؟ مستر مانويل اول ما يعني هو كان دايما يا كابتن لما اول ما دخلنا النادي الاهلي اول ما اتعاملنا معاه وكده كان هو عارف يعني بعد فتره الاعداد قعد مع كل لاعب فينا لوحده بالظبط. يعني انت رقم واحد، انت رقم اثنين، انت رقم ثلاثة. بيرتب اللعيبه بالبوزيشن يعني بالزبط. انت راس حربه فيه اربعه، انت واحد اثنين ثلاثة اربعة. كلمني قال لي انت عشان تبقى عارف انت بالنسبه لي انت رقم ثلاثة، لما يجي عليك الدور ادي وفرصتك هتاخدها. ففي وقت برضو بتاخد يعني بتتقبل وانت مبسوط. يعني هي الفكره ان انت بتقول ان انت على الاقل المدير الفني يوصل لك انت فين، انت واقف فين بالظبط. بالظبط. يعني ما يبقاش الدنيا عايمه انت مش عارف نفسك واحد ولا اتنين، وبعدين لما تلعب ممكن تغلط فتخرج، فبالنسبه لك الموضوع. بس انا ده ما بيجيلهاش نوع من انواع، ما لما يجي واحد يقول لي انت نمره ثلاثه، ما هو دوت برضه بيحط عليا نوع من انواع الضغوط وممكن يسيبك بالاحباط شويه ان انا لسه هبقى نمره ثلاثه وامتى هيجي دوري. مش شايف ان الجزئيه ديت برضه فيها ريسك شويه؟ والله يا كابتن حسب شخصيات كل واحد. لا حسب كمان ترتيب المهاجم. يعني انا كمهاجم مقتنع ان مثلا فلافيو ده رقم واحد خلاص، فطبيعي ان انا هقتنع بكلامه. لكن لو انا انت شايف بينك وبين ان انا احسن ايوه منه، انت بينك وبين نفسك. لا أيوة بس خلي بالك انا بتكلم في نقطك. انا بتكلم في نقطه، انا يعني كنت بحس معظم الناس اللي قاعده بره بتحس ان هو افضل من موجود في الملعب. يعني ايوه انا قصدي كده، يعني ده ما كانش احنا يعني احنا كان عندنا الشعور ده مش بيجي لك. انا كان عندي قناعه وانا في النادي الاهلي ان فلافيو رقم واحد، لان دي كانت حقيقه. تمام كويس انك مقتنع بس ما تحاربش. لكن كنت بحارب. بالظبط. انا كنت بزعل جدا لو انا مش موجود في الماتش او لو ما نزلتش. رحم الله وامرنا على قدر نفسه. صح. خاصة انت متعود ان انت بتلعب وانت نجم جاي من فرقه. انا كنت انا رحت منتخب مصر يا كابتن وانت في المحل، انا واخد بطوله مع المنتخب، بطوله عربيه، ولعب 12 ماتش دولي ان شاء الله، وجاي من غزل المحله وبنافس على هداف دوري، فاروح اقعد ورقم ثلاثه فصعب تستحملها. لكن طبعًا. انا شايف لا في ناس كويسه برضو، دي اصلا ده هو شرف لاي حد انه يبقى متواجد اصلا في النادي الاهلي. وخاصه في مجموعه تبقى كويسه كمان. صحيح. وخاصه ان كمان بيني وبينك برضو ان فلافيو قعد فترات طويله في اول ما جه النادي الاهلي كان عنده مشكله، وكان عنده مشكله مع الثقه اللي اداها له. وهو ده الفرق اعتقد، جوزيه اتعامل مع فلافيو بشكل يعني صبر عليه بصراحه، يعني كتير جدا. نفسي اكتر. صبر عليه كتير جدا. لو رغم الضغوط كابتن كان اي مدير فني كان يمشيه ثاني سنه أكيد. على طول اكيد استغنى عنه باقل سعر كمان. حقيقي. العامل النفسي بيفرق كام في الميه مع اللعيب يضرب؟ 100% طبعا. 100%. طبعا. انا عن نفسي انا اوقات كنت بنزل اموت نفسي عشان خاطر المدير الفني بيعمل لي كل حاجه كويسه، بيساعدني، بيقف معايا في ظهري، بيديني ثقه، دي مش قليله على فكره. يعني لو في لعيبه فعلا بتحس الكلام ده اللعيبه تموت نفسها. طبعا. وانا كنت حاسس على كابتن جاري كان فيه الميزه ديت انه بيشتغل على الشكل المعنوي بشكل كبير جدا، وتحس ان اللعيبه ودايما يعني انا مع تجربتي بره وتجربتي هنا في مصر دايما اللعيب المصري ايموشن شويه، لعيب من مشاعر عاطفيا ممكن تكسبه بشكل افضل غير الاجانب. الاجانب بيبقى ستريت شويه. صح. والموضوع بيبقى شغل جد بشكل كبير. طيب احمد عايز اخد رايك في بعض الخطوط في النادي الاهلي او نجوم الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. كلهم طبعا نجوم، لكن مين اللافت لنظرك قوي خلال الموسم ده من النادي الاهلي؟ الشناوي والسولية. الشناوي وعمرو السولية. قيم لنا قيم الشناوي كده، يعني قول لي كده الشناوي شفت فيه ايه، سولية. الشناوي لما انا كنت في النادي الاهلي كان هو لسه كان طالع من الناشئين، فكان متصعد مع المجموعة. انا ما اعرفش هو يفتكر ولا لا، لكن انا قلت له انت هتبقى حارس مصر ما شاء الله، ستايل كويس جدا. لان هو كان لسه صغير. انا لما جيت حسبتها بالسن، يعني في كام اربع شفتها ازاي يعني وانت بتشوط عليه بيصد كويس يعني؟ لا ما احنا معانا في التمرين. ايوه انا عارف انت شفت فيه الامكانيات. لا لا يعني. هو انا شفت طبعا، هو موهوب يا كابتن وحارس كويس جدا وما شاء الله بيتطور، بقى حارس مصر الاول مش قليل. ده حقيقي. في ناس كتيره يا كابتن ما
ما خدتش الفرصه ديت، ما جالهاش ان هي تبقى رقم واحد في النادي الاهلي او تبقى رقم واحد في منتخب مصر بسهوله. ايام حضرتك كان كابتن نادر السيد بيلاقي كابتن عصام الحضري، بيلاقي مش عارف مين، كانت مجموعه. صحيح. لكن هو ما شاء الله فارق يعني، تقصد فارق طبعا. طيب السوليه كان بيكمل كمان. انا اللي بيعجبني في السوليه ان هو بيلعب السهل الممتنع. انا بحب لعيب الكره اللي هو بيسهلها على نفسه، ما بيفتيش زي ما بيقول. ما جبتش سيره مهاجمين وانت راس حربه يعني، ما الخط الامامي فين طيب يا احمد؟ لا انا انا ما دول دول يعني مميزين جدا. انا ما بتكلمش على مراكز، لكن انا بتكلم على طريقه لعب يعني، مهارات. ما بتكلمش على مركزي، انا بتكلم على ان انا شايف مين اللي عملوا يعني اتطوروا بشكل كبير، ادائهم بشكل كبير. دوري نهائي افريقيا، انت في الملعب هتلعب ازاي الماتش؟ هتقسم التقسيمه ازاي؟ لا تشكيل ما اقدرش احط تشكيل. لا. ليه؟ ده من وجهه نظر احمد دروجبا يعني. لا ما اقدرش. ليه؟ ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ ده انت لعيب كبير يعني ما شاء الله عليك. لا ما لا ما انا احنا دلوقتي في استوديو تحليلي. يعني رمزي دخلنا في استوديو تحليلي دلوقتي، انت هتقول لي التشكيله المتوقعه، انت طريقه اللعب اللي بتفضلها هتلعب. ما اقدرش اتكلم والله. ليه يا كابتن احمد مالك انت المدير خلاص الفهمي. لا طب خلينا نتكلم على امبارح، شفت مباراه طالع الجيش بلعيبه تحت السن. انا كنت طالع من التمرين وماشي في الراديو عمال اسمعها في العربيه. لكن كتمرين يعني ما حسيتش ان في فعلا احنا انا اللي انا سمعته يا كابتن معلش ما اقطع كلامك، ان النادي الاهلي ثلاث فرص ثلاث اجوان. ده حقيقي. طلع الجيش ضيع كتير. ما اعرفش بقى. لا انا مش هسالك على الحته الفنيه خالص عشان انت ما شفتش الماتش، بس هقول لك اجماليا ان في عدد لا باس به من الاولاد الصغيرين مواليد 2001 اشتركوا في المباراه، وانت شايف ان دلوقتي فعلا لازم النادي الاهلي يفكر في الجزئيه دي، ان احنا خلاص بقى نزق اولادنا الصغيرين. دي اللي احنا يا كابتن ما شفناهاش بقى لنا فتره. دي حاجه ايجابيه طبعا صراحه يعني. الكابتن خالد ان هو يطلع ناس من الناشئين تبدا تدخل فريق اول، دي حاجه كويسه جدا. دول او زي ما بيقولوا اولاد النادي، عارفين كل حاجه، عارفين قيمه النادي، عارفين يعني ايه النادي الاهلي. لعيب جعان يا كابتن فهيموت نفسه. دي نقطة مهمة جدا. لما يبقى لعيب 17 سنة أو 16 سنة أو 18 سنة، هو طبيعي عارف، وأكيد أهله في البيت معرفينه إن أنت فرصة عمرك. أنت لو مشيت من النادي الأهلي في ناس بتبطل كورة خالص. صحيح. بتتدمر نفسيا. فدي ميزة الكابتن خالد بيبو لما مسك القطاع، دي ميزة كويسة جدا إن أنا أبدأ أزق لعيبة تبدأ تاخد الثقة، تبدأ تبقى موجودة في الفريق الأول حتى لو بتتمرن. دي كانت ناقصانا احنا من بعد حسام عاشور تقريبا ما طلعناش حد. محمد هاني ايوه ما ده كان بيتاثر كمان، مش خلي بالك، وانا بايدك تمام في الجزئيه دي، لانك ما بتاثرش بس على الولد، انت كمان بتاثر على المدرب نفسه، ان المدرب نفسه بيجي في وقت الاوقات يقول لك ما حد بلغه الكوره كده، اصل يا كابتن ما حدش بيبص لنا يعني، ما حدش بيبص تحت القطاع. دلوقتي بدانا نتحرك في الجزئيه دي بشكل افضل. القطاع كله هيقول كده، مش لاعب ولا مدرب. مزبوط. اللعيبه كلها هتقول ده، احنا كده كده بنمشي في الاخر. انا بكمل 20 سنه وبمشي. لكن السنه دي لا، ما السنه دي في تغيير، في طفره على فكره. التغيير ده اللي هياخدني بقى لمحور مهم جدا، هو محور الاكاديميات، اكاديميات النادي الاهلي. مجلس الاداره مؤخرا، مجلس اداره النادي الاهلي اعلن عن خطه جديده لزياده عدد الاكاديميات في مصر. شايف الخطوه دي ازاي؟ هتخدم المواهب الصغيره ازاي؟ خطوه كويسه جدا. النادي الاهلي هيكسب منها كتير جدا. احنا لو كل اكاديميه طلعت لاعب او اتنين يروحوا القطاع، ده يبقى حاجه، ده مكسب كبير، ده فل جدا يعني. لان اللعيبه اللي بتيجي من الاكاديميه ديت بتبقى مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، يا دوب الموهبه بتاعته ان هو حابب الكوره وعنده موهبه، محتاج مدرب ينمي له الموهبه ديت، يبدا يدخله في جو ان انت في نادي كوره، في النادي الاهلي، ان انا احاول اوصلك للقطاع. تمام. فدي هتفرق كتير جدا. احنا عندنا كل سنه بنطلع اثنين وثلاثه للقطاع من فرع واحد. فعلا. فرع زايد. فرع زايد. مع كابتن امير عبد الحميد هو المسؤول عن الفرع. طب ده هايل كمان عشان الناس تفهم اكتر. هو برضو نشرح لهم شويه الاكاديميات، ده جزء
قطاع الناشئين جزء، وبالتالي الجزء الاخير هو الفريق الاول. الربط ما بين الثلاث محاور دول ربط مهم جدا، ما كانش موجود بصراحه بعض. يعني انا بتكلم على اللي كنت عارفه قبل كده، ان كان قطاع الاكاديميات دوت كان قطاع تجاري بمعنى اصح، ان هو الناس بتدفع فلوس والناس بتقضي وقت وبتلعب وتتمرن وخلاص. الجزئيه الجديده اللي عملها مجلس الاداره والاداره الفنيه، وطبعا بوجود مدرب كمان مدرب اجنبي، انه خلاص ان الاكاديميات ديت، وانت كمان كمدرب لا انت بتحس ان كمان انت ليك دور انك بتبني ان شاء الله نجم من نجوم الاهلي في المستقبل. وبالتالي الطموح عالي عندي الولاد اللعيبه الصغيره، ان هو ممكن جدا ان انا كويس فهبقى في قطاع الناشئين فهبقى في الفريق الاول. وانت كمان كمدرب انت كمان عندك طموح، لو اشتغلت كويس هتشتغل من الاكاديميات، هتطلع كمان قطاع الناشئين تشتغل فيه، وهتبقى قريب من الفريق الاول. فكلها يعني كلنا بنوصل لبعض، يعني احنا كلنا بنسلم بعض. كلنا بنكمل بعض. الاكاديميه يا كابتن السنه اللي فاتت طبعا ما كان قبل كورونا والكلام ده كانت اعداد مهوله ما شاء الله، يعني ناس كتيره جدا. حتى السنه دي برضو في عز الظروف اللي احنا فيها ديت، لا في اعداد كتيره جدا. ففي ناس برضو بتبقى جايه وشايفه الاولاد بيلعبوا ماتشات، في اولاد بتروح القطاع، فالناس بيبقى عندها طموح بتتشجع. حتى اولياء الامور بيبقى عندهم طموح لما فرقه مثلا تلاقي ولد راح القطاع، فدي وزمايله بقى كمان بيجي له حافز اكتر. مزبوط. ان انا ابقى موجود السنه دي في الاكاديميه، لو ما رحتش السنه دي لا اروح السنه الجايه. المنافسة مش سهلة، وحتى مش على المستوى المحلي بس، انت اكاديمياتك النهاردة على المستوى القاري كمان. ممكن ترد برضو يا كابتن لو يعني صوت طالع، ممكن ترد على التليفون بس مش مشكلة. فبتكلم على المستوى القاري كمان، ده مهم جدا. مستوى على مستوى قارة افريقيا بتكلم ان انت النهاردة زيادة عدد الاكاديميات بالاضافة للاكاديميات الموجودة حاليا، ده بيفرغ برضو مواهب زي كده. اياكس امستردام الهولندي النهاردة انت بتصدر اللعيبة دول لكل اندية اوروبا. احسن نادي في العالم يا كابتن اياكس. اكاديميات النادي بتطلع لعيبه كويسه جدا. ده اللي بيعمله. كان نفس الكلام في برشلونه. من خمس ست سنين فاتوا برشلونه كان نفس الكلام. برشلونه يا كابتن بقى لها خمس ست سنين مفيش لعيبه بتطلع من ال انت بتتكلم على الاكاديميات الخاصه، انت بتتكلم على الاكاديميات الخاصه بتاعت برشلونه هنا في مصر تقصد؟ لا عندهم هناك في برشلونه ما بيطلعوش لعيبه من الاكاديميه بتاعتهم. فالنادي الفرقه بتاعتهم برشلونه كاحسن فرقه في العالم دلوقتي، برشلونه ممكن يخسر من اي حد. لا ما تقولش كده، انا برشلوني يا انا كده بس ما تقولش يخسر من اي حد، كبوه هتعدي يا ابو حميد ما تقلقش. لا انا قصدي ان برشلونه كان ميسي تشافي انيستا بوسكاتس بيكي، تحس ان على 7 8 طالعين من اولاد النادي. انا طبعا بس دي انا بايدك تماما، تجربه تتعاد تتكرر هنا في مصر. وعلى مستوى في اليوفنتوس، وفي في بتتكلم انت بتتكلم كمان على اياكس. اياكس من المميزين جدا في الاكاديميات. ساوثهامبتون كانت من افضل الاكاديميات موجوده في العالم، وشفنا ده من خلال سنين كتيره على مستوى البريمير ليج قد ايه لعيبه بتطلع منها. فنتمنى ان شاء الله، وده يعني هو دوت الدور ده الدور المهم جدا. الناس كمان عارفه ان احنا ما نفكرش بس والله اصل في لعيب كويس قوي كده يعني نجيب من بره. لا انت لو خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا لو وفرت بس 20% من المبالغ اللي اتصرفت على اللعيبه اللي جت من بره، ال 20% دي تحطها في القطاع، اكيد خلال سنتين ثلاثه كان عندك 3-4 نجوم كبار. يعني يا كابتن انا اشتغلت في قطاع الناشئين، الناشئين مليانه مواهب على مستوى انديه مصر كلها، مش نادي ولا اثنين ولا ثلاثه، ولاعيبه كويسه جدا. وخلي بالك يا كابتن في لعيبه بتمشي بتحترف بره واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه. كتير بيطلعوا مظبوط. احنا وانا في المقاولين يا كابتن سنتين كان في ناس بتيجي من فرنسا، من انديه ومن اسبانيا، تيجي تتفرج على لعيبه تتابعها. طبعا انا شفت ده في المقاولين، في ناس بتيجي تشوف وبتتابع، في اولاد بيطلعوا معيشه يقعدوا هناك معيشه. خلي بالك في اولاد صغيرين طلعوا واحترفوا وجم مثلا هيجوا منتخب اولمبي من غير ما يلعب في نادي في مصر، وعلى مستوى يعني طلعوا صغيرين. مثلا زيزو مثلا لعيب الزمالك برضو من اكاديميه وادي دجله، وطلع من غير ما حد ياخد باله طلع بره بقى نجم كويس ورجع على نادي الزمالك. المشكله كابتن ان ما حدش بيبص للناشئين كويس، يعني دي مشكله كبيره جدا. اكبر البركه فيكم بقى يا كابتن احمد.
ما احنا يعني احنا بنتكلم وبنوصل، لكن انا بتكلم على المسؤولين. انا ممكن اكلم مسؤول وما يهتمش. انا بتكلم على الناس. يعني بس احنا ان شاء الله كل المسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد يعني كمان لجنه التخطيط كمان مهتمه جدا، كابتن محمود الخطيب مهتم جدا بقطاع الناشئين، كابتن خالد بيبو مهتم جدا. كابتن خالد بيبو كابتن بصراحه كان هو المسؤول الفتره اللي فاتت عن الاكاديميات. مظبوط، عمل طفره كبيره جدا في اللعيبه وفي المدربين. هو كابتن امير بصراحه السنه دي عمل طفره في القطاع. كابتن شطه هو المسؤول دلوقتي على المستوى الاكاديميات. مظبوط، وعامل لنا محاضره على فكره يوم الجمعه الساعه 7 الصبح. كابتن شطه، كابتن شطه كويس، محاضره للمدربين فنيه يعني. بالظبط، تدريب يعني نستفاد منها مش ما حدش يخسر حاجه. حلو قوي ده، فبيشتغل يعني حته ان هو يجيبك الصبح ومحاضره وتاخد خبرات. الكابتن شطه مش قليل طبعا طبعا، احنا بنتعلم. ولا انت كمان يا كابتن احمد قليل، احنا بنشكرك جدا. ربنا يخليك، نورتنا يا ابو حميد. عايزين نشوفك تاني ان شاء الله في البيت الكبير، وتقول لنا كده اربع خمس نجوم ان شاء الله يطلعوا يكونوا موجودين مع الفريق الاول ان شاء الله. شكرا جزيلا، انا اتشرفت بيكوا يا كابتن، ومبسوط قوي ان انا معاك وان انا شفتك. ربنا يخليك، كتر خيرك. ربنا يخليك، شكرا ليك. بعد الفاصل ضيف جديد في البيت الكبير، اتفضل.